عدد من القضايا الداخلية والخارجية ناقشها تحالف الإصلاح والإعمار خلال اجتماع لقياداته. التفاصيل في سياق هذا التقرير. ثلاثة محاور رئيسة، هذا ما خرج به اجتماع الهيئة السياسية لتحالف الإصلاح والإعمار الذي يسعى إلى تشخيص الملفات والقضايا التي لها صلة مباشرة بأمن البلاد وطبيعة العملية السياسية. المحور الأول من الاجتماع تمركز حول استمرارية مخاطر السيول التي اجتاحت بعض المناطق العراقية والتي لا تزال تشكل تهديدا بغرق عدد من المحافظات، لا سيما ميسان التي استنفرت لها جهود واسعة لصد مخاطر هذه السيول. إذ شدد الاجتماع على ضرورة أن تعمل الجهات الحكومية المعنية باحتواء كميات المياه وإبعاد المخاطر عن المواطنين. فيما تناول المحور الثاني من الاجتماع دعم الهيئة السياسية للتحالف إلى خطوات بعض الأطراف النيابية في داخل مجلس النواب بشأن العمل على إنضاج الخطة التشريعية والالتزام بتطبيق النظام الداخلي لعمل البرلمان. فيما اختص المحور الثالث بضرورة عقد اجتماع عاجل للرئاسة الثلاث والقيادات السياسية البارزة يتناول موقف العراق من التصعيد الأمريكي تجاه قضايا جولان والمواقف الأخرى في المنطقة، على أن يكون العراق بعيدا عن هذه الصراعات والالتزام بسياسة الحياد. من بغداد، كرار زيادي، دبليو تي في.